بكم. كل تفوق او ابداع او نجاح وراه امان السيد عدنان درجال وخيسوس كساس، شابوه من الاعماق. بكل وضوح وبكل أمانة، عودة زيدان إقبال تحديدا، زيدان إقبال تحديدا من الإصابة رسميا بنسبة 100% لماتشين الأردن 14 نوفمبر 19 نوفمبر أمام منتخب عمان في ملعب السلطان قابوس، للماتشين تحديدا في 5 أيام الجولة 5 و6، أهم إضافة للمنتخب العراقي على الإطلاق من وجهة نظر الشخصية. عودة زيدان إقبال رسميا، المرونة والدقة والتوافق وكل عناصر اللياقة البدنية، الإيمان بالموهبة هو النجاح، التمسك بها هو التفوق. زيدان إقبال المراوغ الجيد، الممرر بيني وكسر خطوط الدفاع فوق الخيال، لاعب إضافة كبيرة لخط الوسط الهجومي دون أدنى شك. وعودة كمان دانييلو السعيد لماتش الأردن وماتش عمان، إضافة كبيرة من وجهة نظر الشخصية. زيدان إقبال لاعب محترم جدا، لاعب محترم بجد، ما بتضايقوش وضعيات معينة وبيستمتع وبيبدع في كل وضعيات اللعب، أحد أهم لاعبي العراق بالإضافة إلى لدغة الأف عن جاز التعبير أيمن حسين دون أدنى شك. مشروع العراق، مشروع العراق كمنتخب عربي أسيوي بيساوي مشروع المغرب كمنتخب عربي أفريقي دون أدنى شك. خيسوس كاساس، خيسوس كاساس بيجري اتصال هاتفي مع السيد عدنان درجال، بيخليه بيتواصل مع كل محترف العراق في الخارج. الفرصة جاية يا رجالة، قال لهم بالحرف الواحد، الفرصة جاية يا رجالة، كل واحد إن شاء الله لكل وقت أدان، لكل وقت أدان دون أدنى شك بمشيئة الله. السيد عدنان درجال بيتواصل مع كل محترف العراق باتصال وحلقة اتصال بينه وبين خيسوس كاساس، والقادم أفضل بمشيئة الرحمن بنسبة 100%. اتصال هاتفي من السيد خيسوس كاساس والسيد عدنان درجال، قال له تواصل يا باشا مع كل المحترفين، عرفهم ان الفترة الجاية هنحتاجهم بمشيئة الله، لان انت عندك 6 جولات حياة او موت دون ادنى شك كرويا داخل المستطيل فقط لا غير. لما يكون عندك ألكسندر أوراها وعندك بيتر كوركيس وكيفن يعقوب وفرانسيس بوتروس ونوح درويش ويوسف النصراوي وعندك كمان آدم طالب، بالإضافة للناس والعناصر اللي موجودة تلقائيا من الألف للياء معاك زي مرخاس دوسكيه وعندك كمان حسين علي وعندك أمير العماري وعندك زيدان إقبال ودانييلو السعيد وعندك كمان علي جاسم موهبة كومو ويوسف الأمين وعندك إبراهيم بايش ده القطايف واللطايف ولدغة الأف عن جاز التعبير أيمن حسين، مهاجم كلاسيكي أصيل ده اللي ما بتضايقوش وضعيات معينة على الإطلاق. خلي بالك إن أيمن حسين تحديداً بيتعامل مع اي سياق بيجيله سواء هوائي سواء ارضي، فينشر محترم داخل الصندوق، من الاخر انا مسميه لدغه الافعى انجاز التعبير. العراق قادر وبقوه على تخطي الصعاب، قادر وبقوه على التاهل للمونديال، ولكن الدعم يا شباب والصمت من اجل اسود الرافدين. ماتش الاردن ما هو الا ماتش في الكوره فقط، الفائز مليون مبروك من الاعماق، الاشقاء الاردن والعراق، اسود الرافدين ومنتخب النشامه المحترم والمنتخب المنظم جدا داخل المستطيل. ماتش في الكرة مفيش أي شحن نهائيا، المنتخب العراقي والعراق تحديدا بلد آمن، بلد معطاء، بلد كريم لأبعد درجة ممكنة، شعب زواق، شعب محترم، شعب طيب جدا 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 كمان. ماتش في الكرة ومش هيطلع بره نطاق الكرة، فككوا وكبروا دماغكم من أي حد بيتكلم كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. عموما السيد خيسوس كاساس لا لرحيل كاساس نهائيا، عدنان درجال قالها صريحة، فبلاش الكلام الفاضي يا جدعان، بلاش الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. عدنان درجال قالها وقالك انا مش بربط نتائج الراجل في تصفيات كاس عالم ببقائه او رحيله، الراجل باقي معانا وخلاص، موضوع قفله بحثا ل 2026 لكاس عالم امريكا المكسيك كندا اللي هتكون متواجده في العراق بمشيئه الله دون ادنى شك. تخيل انت في التصفيات النهائيه وفي المرحله النهائيه وتاني مجموعتك ومجمع 7 نقاط وفايز ماتشين على ارضك ومتعادل ماتش خارج ارضك امام الكويت، روبين سولاكا طرد ملوش علاقه بالكره، لاعب خارج الحيازه، لاعب مش مستحوذ على الكره ولا مواجه للمرمى وامام حكم مرتشي، وتعادلت طلعت خسرت من كوريا 3-2 ماتش تاريخي امام كوريا باخطاء دفاعيه فقط
دون أدنى شك. يعني أنت ماشي صح وعندك ماتش مصيري جدا أمام الأردن وماتش أمام عمان، ماتشين بست نقاط يودوك للمونديال دون أدنى شك. ليه؟ ليه النظرة التشاؤمية؟ خيسوس كاساس مواليد 23 أكتوبر 1973 صاحب 50 عام. المدرب اللي من 2018 ل 2022 تحديدا عمل كمساعد مع لويس إنريكي مدرب المنتخب الأسباني العظيم، والمدرب اللي 2018 كان في أكاديمية نادي برشلونة، المدرب اللي من 2022 مسك أسود الرافدين منتخب العراق العظيم والعريق، المدرب اللي طريقة لعبه المفضلة 4-3-3 الهجومية البحتة اللي بيطورك في الكرات الثابتة سواء هجوميا أو دفاعيا، المدرب المحترم جدا كرويا وبينفذ مراحل الضغط بامتياز، المدرب اللي عارف ان هو عنده عيب في الخط الخلفي تحديدا فبيبدأ بينفذ مراحل الضغط على 3 خطوط، بداية من أيمن حسين اللي افتك الكرة أكتر من مرة في ماتش عمان وفي ماتش فلسطين تحديدا وحتى كمان في ماتش كوريا، لأن هو عارف الضعف اللي عنده في الخط الخلفي ولكن بيبدأ يمارس الضغط من قدام. المدرب اللي بيهتم بالحيازة، المدرب اللي بيبدأ لافتتاك الكرة من أسرع نقطة، المدرب اللي بيجبرك على توسيع نطاق الضغط بسبب تمركز لاعبيه ومن ثم بيخلق لك لاعب حر علشان يتيح ليك خيارات التمرير، علشان يقولك بالبلد الضغط اللي انت عامله عليا ملوش أي قيمة على الإطلاق. مش كده كمان وبس، أنا أحب أقولك إن خيسوس كاساس مرر وتحرك، مرر وتحرك، مرر كمان تاني وتحرك. ليه؟ علشان يا باشا يتيح ليك ويخلق ليك لاعب حر، علشان يخلق لك زوايا كتير للتمرير، وعلشان يصعب من مأمورية الخصم في افتتاك الكرة كمان. مدرب محترم جدا 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 لأبعد درجة ممكنة. خيسوس كاساس كل الدعم، خيسوس كاساس أمال العراق، خيسوس كاساس يحمل أمال أكتر من 55 مليون عراقي في التأهل للمونديال دون أدنى شك. المنتخب العراقي بنسبة 100% من وجهة نظر الشخصية، وتعالى حاسبني بعد كمان التصفيات، أنا مش ماسك المنتخب خيسوس كاساس، ولكن كل ثقة 1000000% إن كاساس قادر على تخطي الصعاب، خيسوس كاساس قادر على تحقيق حلم ملايين العراقيين، مدرب محترم بيمتلك جودات تقنية مرعبة، منتخب داخل المستطيل محترم جدا. الأداء مش قد كده، ولكن أنا حابب أقولك الأداء والنتيجة جاية كمان في السكة. خيسوس كاساس مدرب كبير جدا، اي حد يقولك ان العراق مش هيتأهل لكاس عالم ما عندوش فكرة ولا يعرف الكرة مدورة ولا مربعة دون ادنى شك. المنتخب العراقي هو اقرب المنتخبات واسمعها مني وعن ثقة بنسبة 100%، هو اقرب المنتخبات وصولا للمونديال من المجموعة بعد منتخب كوريا تحديدا اللي بعد شوية عن الكل، هو اقرب منتخب على الورق. لو هتيجي للمواجهات المباشرة بينه وبين منتخب الاردن، 48 ماتش دولي، 48 ماتش رسمي منهم 28 انتصار للعراق في مقابل 8 انتصارات فقط للأشقاء في الأردن، يعني فارق 20 انتصار للعراق، وعندك ماتش في البصرة وسط 65 ألف متفرج من الجمهور الزواق، يعني بتتكلم في 3 نقاط مهمين للغاية. كل الدعم للأشقاء في العراق، ماتش العراق والأردن هو ماتش فقط في كرة القدم، الفائز مليار مبروك، والخاسر لا قدر الله هارد لك من الأعماق. ماتش كرة قدم بين الأشقاء الأحباء العرب، دولتين عربيتين شقيقتين فقط لا غير دون أدنى شك، ماتش في الكرة يا جدعان. عموما كل الدعم لخيسوس كاساس، كل الدعم لعدنان درجال، إن شاء الله بإذن الله على ضمانتي أنا شخصيا بعد إذن ربنا سبحانه وتعالى، العراق في كاس عالم، العراق في كاس عالم، العراق في كاس عالم. دمتم في أمان الله.